فترة ما قبل المعهد وما قبل مؤسسة التدريب المهني أنا كنت طالب ثانوية عامة مثل غيري. أنهيت الثانوي بمعدل ما كان معطيني مساحة كبيرة للاختيار بين التخصصات، فكان التحدي بالنسبة لي أني أختار تخصص كويس بمكان كويس يساعدني على الأقل في أني أجد فرصة عمل كويسة بعد التخرج. حصلت على معدل حتى يأهلني الدخول إلى الجامعة، وكان حلمي أدخل الجامعة. طبعا اقتنعت بفكرة التدريب المهني وحبيت أعرف يعني إيش هو التدريب المهني. رحت شفته وهيك وقرأت التخصصات الموجودة في التدريب المهني. اقتنعت في تخصص هو التحكم الآلي. أنا حلمي أصير مبرمج محترف، لهيك انضميت إلى أحد معاهد مؤسسة التدريب المهني في تخصص برمجية تطبيقية اللي بهيئني لتقديم امتحان الشامل والتحق بالجامعة. هذا الحكي كله ما صار لولا أن أنا ما احتفظت في مهنتي منذ الصغر اللي تعلمتها وأنا صغير، اللي مهنة الخياطة، اللي جعلت عندي تحمل المسؤولية وغطت الالتزامات المادية في المعهد وفي وأثناء دراستي في الجامعة. خلصت الثانوية العامة وجبت معدل مش كتير يعني بأهلني أني أدخل الجامعة، ففكرت بإشي الحل أني أكتسب خبرة وفيها يعني فرص عمل في سوق العمل. لما أنا تفاجأت أنه كنت أنا الطالبة الوحيدة في هذا التخصص التحكم الآلي، حكيت خلاص أنه يمكن هذا يعني أنه تحدي إلي أني أثبت جدارتي هون. قبلت هذا التحدي حتى أكون قدوة للطالبات، حتى أشجعهم أنهم يدخلوا هذا التخصص التحكم الآلي. تعرفت على مؤسسة التدريب المهني فبدأت دراستي سنتين متواصلات. من خلال هذه السنتين قمت بإنشاء نظام التسجيل الإلكتروني الذي لاقى استحسان كبير من قبل أعضاء الهيئة التدريسية. تم اعتماد نظام التسجيل كنظام تسجيل إلكتروني في المراحل القادمة بدلا من نظام اليدوي الذي لاقى معنا في تسجيل الطلاب. توجهت للمركز التدريب المهني واخترت قسم التصميم الجرافيكي. حسيت أنه في بقدر أني أبدع وفي له فرصة عمل في سوق العمل. مركز التدريب المهني كانوا يعتمدوا على التدريب التطبيقي والعملي في السنة الدراسية الكاملة، وفي تخصص التصميم الجرافيكي كان التدريب متطور ومواكب للتكنولوجيا والمعلمين كفؤين ومؤهلين. قال لمرحلة العمل أنا جداً ممتن في الفرصة اللي انعطتني، واسم المعهد الأردني الكوري ساعدني بكثير شغلات. بلشت حياتي العملية في أني أتدرب في عدة أماكن، كان أهم مستشفى الجامعة الأردنية. بعدين انتقلت لسوق العمل واشتغلت مع شركة لها اسم كبير في عالم الأجهزة الطبية. الفرصة اللي انعطت لي يمكن صعب تنعطى لأي حدا، لو بدي أحكي عنه من الرواتب الجيدة جداً. أنا جداً سعيد وما بينقصني إلا الخبرة اللي إن شاء الله بتيجي مع الوقت. خرجت من المعهد وتوجهت لأحد الشركات في مجال التحكم الآلي، وللأسف بيئة العمل غير مناسبة للفتيات لأنه مواصلات مش مأمنة والدوام لأوقات طويلة وبضمن شفتات مسائية، وبطلب من أصحاب القرار توفير بيئة ملائمة لعمل المرأة. وبعد تخرجي من المعهد واجتياز امتحان الشامل بنجاح قدرت أكمل دراستي بالتجسير بجامعة الزرقاء الخاصة بتخصص علم حاسوب. ومن أهم النشاطات اللي قمت فيها في الجامعة هي إعطاء دورة ASP.NET لطلاب الجامعة، وقامت عماد شباب الطلبة بتكريم بكتاب شكر على قيامي بإعطاء الدورة بهذه الدورة. وهذا الشيء رفع من معنوياتي أني أعطي للطلاب مزيد من الدورات اللي تعلمته في المعهد. وبعد تخرجي من الجامعة راح أتابع حلمي وأكمل دراسات عليا بتخصص علم حاسوب. بتمنى من الجهات المعنية إنهم يهتموا في التدريب المهني أكثر، يعملوا حملات توعية حتى الناس تقدر تعرفهم أكثر.